عند غلق المضخة. يعني حضرتك المضخة بتاعتك الطرمبة بتاعتك بتشتغل، أول ما الضغط وصل للعشرة بقى هتفصل. أما تيجي تفصل إيه اللي بيحصل؟ الضغط بيعلى. تمام؟ أما تيجي تفصل الطرمبة الضغط عندك إيه بيعلى. تمام؟ لما يجي يعلى ما يعديش 40% فوق الإيه؟ فوق الديزاين. يعني المسافة دي تمام؟ أقل من أو تساوي 40%. تمام؟ طب خلي بالك بقى، خلي بالك بقى يا باشمهندس، وانت بتصمم الكود جه قال لك ايه؟ السيستم الماكسيمم بريشر بتاع كل الكومبوننتس يجب الا يزيد عن كام؟ كام؟ 12.1 بار. تمام؟ الماكسيمم pressure for each component تمام shall not be exceed 12.1 bar. تحب نقراها الجملة دي؟ تمام؟ من فضلك يستحسن نقراها وفي أي حتة في الكتاب. ليه؟ ما قلتش دي ده اللي هو ايه؟ عشان تشغل دماغك. ما انت يا باشا وانت بتشتغل ديزاينر تمام؟ شاطر. تمام؟ وانت شغال مقاول هايل. بس ما توديش نفسك في داهية، ما هو الاستشاري حاطها لك 10. تمام؟ بس هي موجودة هنا في الكتب ايه؟ الاتش دي هي اتش ديزاينر. ايوه فهمت. شوف التركات. صفحة 12. طيب انا بس عايز اقول لك، بس خلي بالك وانت بتوثق وانت بتشتغل او وانت بتقاول او بتستشير دي كده. خلي بالك لو لقيت ان الوركينج بريشر بتاع الطرمبات سوري بتاع النظام في بال حضرتك 12.1، خلي بالك الطرمبه الشطف هيد بتاعها كام؟ هو الكود قايل لك 40 صح؟ تمام؟ يبقى لازم الماكسيم الشاتوف هيد بتاع الترومبه دي كام؟ المفروض ما تجيبوش 40، تجيبوا ايه؟ تجيب 1.2، توصف 1.2 ليه؟ لان الحسابات قالت لك ان الديزاين هيد لازم يكون كام؟ 10 بار. هو السماحيه بتاعت الكود 40، السماحيه بتاعت الكود 40% صح؟ نفرض ان الديزاين هيد بتاعك كان 8 بار، يبقى 40% يبقى 12 بار، يبقى صح؟ اوكي؟ مش مفهومة؟ تاني مثال بالأرقام.
الشط الفين هنا كام عندنا؟ مش هينفع دي بس يا جماعه؟ هينفع المثال ده كده ولا 40%؟ الشط الفين ده عندي هنا كام؟ المثال ده الشط الفين هنا كام؟ 14 لا 14 14 باور تمام؟ تمام. طب اذا كنت انا موصف الضغط بتاعي كام؟ 10 الماكسيمم ممكن الشط بتاع السيستم بتاعي كله كام؟ 12 ينفع اجيب ترومبه زيني؟ لا ليه؟ مش هستحمل تمام؟ فاقول دايما في المواصفه بتاعتي لو سمحت ما تخليهاش ايه؟ 1.4 خلي الشط الفيلد بتاعك ما يعديش ال 1.2 الكود بيديني 1.4 بس هو انت هتطلع لي كام؟ 1.2 امتى؟ لما يكون الضغط بتاعي 10. طب لو كان الضغط بتاعي اتش ديزاين دي 8 بار يبقى شطر فيلد كام؟ 12 اضرب 8 في 1.4 كام؟ 11.2 بار يبقى كده اوكي. بس بقول لك خلي بالك التريكات حضرتك الشطر ده يعني انا لما باجي اختار ترومب اختار ما تيجي تفصل التربه مثلا لو واحده شغاله تيجي تفصل انا لما باجي اختار ترومب اختار ترومب اشتري بختار الكيو والاتش والاتش شطر يعني دول ثلاثه مش اثنين مش واخد بالك في التركه دي تمام؟ اوكي طيب حاجه ثانيه بقى ودي الكلام ده في الترومبات اللي هي الحليب ترومبات الميه مش موجود فيها الكلام ده طيب بص دي قال لك عند 150% عند 150% يعني عند الكيو هنا اهو بتساوي 150% من الكيو ديزاين يعني كام؟ عند 1500 جالون في الدقيقه تمام؟ هنا الهيد ده يساوي كام؟ يجب الا يقل الضغط عن 65% من ضغط التشغيل. يعني في حالتنا دي الاتش ده بيساوي كام؟ من 10 بار 6.5 بار. طب دي جت ليه؟ اساسا هو الكود قال كده ليه؟ عشان يحس بالحدوته تعالوا نقول ان انا عندي حنفيه الحريق. حنفيه الحريق بتاعتي والضغط ليها كام؟ الكود بيقول عليه كان زمان 4.5 دلوقتي 5 تمام؟ والكود ده قال 5.6 كل المصري 5 تمام؟ كان زمان 4.5 4.5 طيب الحنفية الثانية ده بنشتغل على حنفيتين الحنفية الواحدة مثلا 250 الحنفية الثانية 250 زيها لي 500 وكده السيستم شغال على 10 أما جه قال لك إيه؟ قال لك التصميم بتاعك أنت عامل حسابك على إيه؟ على حنفيتين. طب لو جيت فتحت حنفية ثالثة جه ضابط مثلا واحد الدفاع المدني جه فتح حنفية ثالثة عايز يقاوم تمام؟ ساعتها لما بتفتح على بيادة الضغط بينزل. الضغط لما ينزل لازم ما ينزلش بصورة دراماتيكية دراماتيك. ليه؟ عشان المية ما تنزلش ليه؟ ضعيف؟ هتنزل حاجة كده حاجة ولا بعض تمام؟ مفيش خالص صح؟ اوكي عايزين ايه؟ عايزين حافظ فيها؟ تمام؟ احنا عشان نضمن ان الضغط سليم تمام؟ يجب الا يقل الضغط فيها عن كام؟ عن 65% عن وعن فلوريت 150% لما الفلوريت لو انا احتاج من الترومبه قلت لها يا ترومبه الحقيقي اديني 50% كمان تضخ 50% زياده من عندك اقول لك ماشي هديك ال 50% ومعهم كمان الضغط ده مش هينزل عن كام؟ عن 65% طب دي نحسها ازاي؟ ده مدخلنا للهيدروليك كالكوليشن كمان شويه ازاي نحسها؟ لو حضرتك واقف تحت الدش تمام؟ تاخد دش كده لطيف والميه سخنه في عز الشتاء تمام؟ ومبسوط
وجات المدام ولا اخت حضرتك تمام ضقت في دماغها تغسل المواعيد دلوقتي صح تمام هتغسل المواعيد بس الشتاء ميه ساقعه لا ميه سخنه جاست حضرتك وقفت وهي في المطبخ فتحت الميه ايه اللي حصل انت سعادتك تحت قال ايه اللي حصل بالظبط ان حنفيتين شغالين تمام لما هي فتحت الميه خدت بقى حضرتك ايه اللي حصل بقى حصل ان انت اتاثرت ناحيه الحديد ده الكلام ده كده بيقولوا عليه فين في الصح بس في الفاير عندنا الكلام ده تعكيس ممنوع الضغط لازم ما ينزلش بصوره دراماتيكيه بالمنظر ده ولا كميه الميه تنزل بصوره دراماتيكيه لازم تبقى ايه متحكم عشان كده بقول ايه طلبات الحليب بتاعتي لازم تبقى ايه عند 150% ما يقلش الضغط عن 65% صح؟ ماشي كده يا جماعه؟ تمام ما يقلش الضغط عن كام؟ عن 65% تمام وعند شوت اوف هيد ما يزيدش الضغط على كام؟ على 40% ده الكلام اللي ما بيتحققش فيه في طرمبات الحريق نيجي لحاجه ثانيه كمان حدوته ثانيه كده انت شغال؟ اه انا شغال طيب بس المشكله ان هم مش هيشوفوا حاجه في ال الناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن اول حاجه ابتدت سنه 1896 بداية الإنشاء لجمعية الحريق في الولايات الأمريكية 1896 يعني القرن الثاني أوائل القرن ال 19 ابتدوا هم يعملوا ليه الأبحاث بتاعتهم يحطوا الستاندرز ويكونوا يسجلوا كل الإيه الحوادث اللي موجودة أمريكا ولا فين؟ في أمريكا دي جمعية أمريكية ابتدوا بعد كده يجي يقول لك طب والله طب احنا عايزين نحط الايه؟ نحط الستاندرز بتاعتنا طب عايزين نعمل كذا طب احنا لاحظنا ان في الصحي الحنفيه والحنفيه بيأثروا على بعض صح؟ طب احنا عايزين ان كميه الميه اللي نازله في اول رشاش ما تتأثرش بكميه الميه اللي تنزل فين في اخر رشاش عايز كميه الميه ستة في كل رشاشات صح؟ وعشان كده هو عمل الطريقه بتاعت الايه؟ الباير سكيدول ميثود. لما جه عمل الباير سكيدول ميثود تمام؟ ده اكسبيرمنتال وورك. يعني ايه اكسبيرمنتال وورك؟ يعني حاجه مجربها. مجربها قال لك حط هنا وورك واحد والحوار بقى بتوصل واحده بتشيل كام؟ بتشيل رشاشين. لما تاخروش تمام؟ اما تيجي سعادتك لما تيجي حضرتك كويس وتقوم سعادتك تروح حاطط لي ايه؟ ثلاث رشاشات على بوصه بدل ثلاث رشاشات على بدل رشاشين على بوصه في لايت هازر لما تقول لي هو اشتكى ينفع؟ مش هينفع ليه؟ لان كميه الميه هتتاثر الا اذا انت عامل حسابك في ايه؟ وعامل هيدرولي كالكوليشن تقول لي لا اصل انا ايه؟ بدل ما استخدم الاكسبيرمنتال ورك بتاع ال ان اف بي اي عايز اوفر شويه تمام هشتغل بالايه؟ هشتغل بالهيدروليك كالكوليشن كده يكون قال لك ماشي بدل انت هتشتغل باسلوب علمي وعايز تحسبها بالظبط يا عم ماشي اديها لك لكن مش هتشتغل بالاسلوب العلمي مش هتحسب الهيد وعايز تحسبها تحط الفايل سايزنج والكلام ده كله تبقى مامن على نظام الاكسبيرمنتال ورك وتخلص بسرعه ممكن تستخدم البايب سيديو ميثود كده قال لك ايه؟ قال لك طريقتين ماشي يا جماعه مفهومه الار بي ام بتاعت انت عند حد عند حضرتك انت عند حضرتك عايز تقول 2900 ار بي ام وال 1500 ار بي ام لا حضرتك اللي حضرتك هتعمله ده تمام احنا بنستخدم ال 2900 ار بي ام الحليب الميه كل لما الار بي ام يقل كل لما الريابيلتي بتاعتها بتعلى تمام انا بفضل ان انت تبقى 1500 ار بي ام او 750 ار بي ام لكن مش ممنوع ان انت تستخدم ال 750 ار بي ام ولا ال 1000 ار بي ام دي في طرمبات الحريق تماما انت
عندك 2900 جرام. ده شرط. اتس مانداتوري. ما ينفعش تجيب لي بومبة مية وتقول لي 1000 ألف 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 ليها علاقة في البوكس باور، البوكس باور ليها علاقة في البوكس باور يعني ما تقصر. ما طبعا. البوكس باور ما تقفليش على 500. لا يا فندم، الكلام ده غلط. تعالوا يا جماعة نحسب. أنا شايف إن البتاع ده بال مش شغال. ها؟ شغال؟ أنا حاسس إن ده مش شغال. مش شغال. أنا مش شغال عشان هو مش شغال. أنا قاعد بقى يا ضروري، يا جماعة بتكسر. قول يا عم. حد لعب فيه. طيب شكرا. في حاجة مهمة قوي، الهورس باور. ازاي؟ في حاجة مهمة جدا يا جماعة اللي هي الهورس باور، الحصان. ازاي نحسبه؟ الترومبة. الهورس باور بتاع اي ترومبة بيساوي الهيد في الكيو على 3960 في الافيشنسي. 960 3960 في الافيشنسي. فلو جالك اي ضابط او جالك اي حد بتاع مش فاهم فاير يقول لك هو ده اقل 40 حصان ولا 45 حصان زي ما بيقول بشمهندس، لا طبعا. تقول له سمحت وسع كده شويه. تمام؟ تعالى نحسبها. الهيد خلي بالك في الايكويشن دي، الهيد بالفيت بالقدم، والكيو ان اوت بالايه بالجالون في الدقيقه عشان بس ايه. تمام؟ والافشنسي كفاءة. تمام؟ بتبقى 70%. هي ده 70%. أغلبية الطرمبات بتبقى فرنج 70% يعني 60 70 70.